Voices came filled the air in downtown Cairo, Tahrir Square. الحقيقه يمكن عرفنا من حضرتك ان هذه النقابه لسه مشاره حديثا، النقابه العامه للتدريب والاعلام. يعني نعرف منك النقابه انشات ازاي، الظروف اللي انشات فيها، وهل كان ليكوا اهداف حابين تحققوها لما اشرتوا هذه النقابه؟ في اهداف، هي النقابه اول ما انشات عشان خاطر احنا شايفين سوق العمل، الكليات والجامعات والمدارس بتخرج تخصصات، وسوق العمل فعليا محتاج خبرات تانية خالص غير التخصصات اللي بتخرجها الكليه. يعني ممكن يكون خريج كليه تجاره بس محتاج دورات متخصصه في المحاسبه مثلا عشان اقدر اشتغل، ده اللي محتاجه سوق العمل فعليا. ممكن يكون خريج في كليه فنون جميله او فنون تطبيقيه انما مش متخصص في حاجه معينه، في رسم بورتريه او في حرفه تراثيه قديمه. فهي النقابه اول ما انشات عشان ده، عشان تمرن حد على حاجه معينه محدده قوي، تخصص، لان العالم النهارده بقى عالم تخصصات. هتدربه؟ اه طبعا. ندربه وندعمه. طيب يعني ايه اللي خلاكوا تفكروا في ده؟ يعني حسيتوا ان الطلبه كتير وبتتخرج وما بتعملش حاجه مثلا؟ ولقينا الاكتر من ان الطلبه بتتخرج وما بتعملش حاجه، ان في طلبه بتتخرج وتحاول تعمل مشاريع وتفشل. وتفشل كمان. لان انا ممكن اكون خريج فنون جميله وبعرف اشتغل حرفه يدويه كويس جدا وشغل كويس جدا، بس ما عنديش فكره عن التسويق. معرفش اداره. تطبيقيه كمان. بالظبط. معرفش اداره. فبالتالي لما اجي ادير مشروع طبيعي انه هيفشل. لاني بعرف الحرفه لكن معرفش اداره الحرفه ازاي. انما هديرها ازاي؟ هشغل كاست عمل ازاي؟ هي دي بتبقى المشكله الحقيقيه. فاحنا بناخد الطالب لو حد حابب يعمل مشروع جديد فبيجي لنا، والله انا حابب اعمل مشروع في الحرفه الفلانيه، عايز اشتغل مثلا ارابيسك، فبنجيب له حد فني مش دارس مش اكاديمي بس، نجيب له حد فني ان هو عمل ده في ارض الواقع، يعلمه الحرفه
وبعدين بنجيب له حد تخصص تسويق، نديله تسويق، هتسوق شغلك ده ازاي، هتبيعه ازاي، هتبيعه فين، نجيب له حد يديله اداره، انت هتدير مشروعك ده بقى مشروع كامل ككل هتديره ازاي، ولو احتاج تسويق الكتروني بنجيب له حد يعلمه تسويق الكتروني، لان النهارده يمكن الاغلبيه العظمى النهارده بتهتم ببيع على النت وبتهتم بالشراء على النت. تمام. طيب ده مهم قوي يا استاذ بسام. الحقيقه لقيته اقبال من الناس على عضويه النقابه او انها تاخد، هو بدانا حاليا هي الناس لسه مستغربه، والناس بتقلق لما يكون في حاجه جديده، يعني دايما طبعا. احنا بنهاب الجديد دايما على فكره، ده طبيعه اي انسان لما ياخد فكر جديد بيبقى مش عايز يطبقه، عايز يستمر على القديم، يعني لانه عايز فكره الاستقرار ما يغيرش. هي الفكره في كده. بس احنا اهو بدانا نوصل لشباب، بدانا نجهز دورات، ويمكن على السبت الجاي كتير ونبتدي ننزل دورات فعليا، نبتدي نشتغل فعليا. تمام. طيب انتم مقسمين الشغل في النقابه ازاي؟ يعني مثلا في حرف معينه مهتمين بيها، ولا اي حد عنده اي فكره في اي حاجه؟ اي حد عنده فكره اي حرف ايا كان. انت بداتوا عملتوا اي شغل قبل كده ولا لسه ما بدأت؟ لا لا للاسف احنا لسه النقابه تقريبا دلوقتي بقى لها شهرين، فرع القاهره بقى له اسبوع. اول لقاء يعني ليكم تلفزيوني كده عن النقابه؟ ربنا يوفقكم ان شاء الله. اللهم امين يا رب. تمام. طب مكان النقابه فين يا استاذ بسام؟ مكان النقابه الرئيسيه في المنوفيه. انا عضو في رابطه الحرف الادويه. المنوفيه برده مش سهله دايما، هي ما شاء الله مسيطره جدا. سباقه. وانا عضو في رابطه الحرف الادويه والصناعات التراثيه في المنوفيه. معلش تاني كده، رابطه الحرف اليدويه والصناعات التراثيه. الله. طب نعرف بقى الرابطه دي بتعملوا ايه كمان، لانها مرتبطه قوي بالشغل اللي بتعملوه. مرتبطه جدا طبعا. هل ده اللي شجع حضرتك يا استاذ بسام لانك بتشتغل في المجال ده انك وسط الناس دي؟ فبدات اعرف مشاكلها اكتر، فحسيت انك لازم تجمعهم في كيان واحد. انا واحد من الناس اللي عانت من المشاكل دي، يعني يمكن لحد النهارده بعاني في مشاكل في تدريبي انا شخصيا، ان انا ادرب عماله عندي، لان انا دخلت المجال انا خريج تجاره. تمام. فهو الموضوع هوايه بحته. فالتكنيكال حضرتك بتشتغل في اي مجال يا استاذ بسام؟ ما هو شغل الجلد. شغل الجلد. ورشه الجلد. انا شغال فاتح فكرت ورشة. فيها ازاي انت تجاره؟ هو ايه؟ كانت من قبل الجامعه او كده؟ بتفرج فيه، يعني انا شغال في التسويق في الشركات من ساعه ما اتخرجت من الكليه، وبتفرج على النت فشفت شغل جلد فقلت اجرب. جميل. نزلت جبت جلد وجربت فنجح معايا الموضوع، فبدات اكبر شويه بشويه. ما شاء الله. بتشتغل في يعني في منتجات الجلديه؟ المنتجات الجلديه بس كلها هاند ميد، كلها صناعه يدويه 100%. ده رائع والله. بص يا استاذ بسام، ده نموذج حلو جدا. النهارده بنتكلم في الشباب وقراء ان الشباب ما بتقفش، يعني انا مش خريج تجاره لازم ابقى محاسب في بنك او مدير شركه او مدير تسويق. نفسنا بده. صح. احنا نفسنا ده. نفسنا الفكر ده يتغير، والفكر ده مش يتغير بس عند الشباب. يعني المشكله مش عند الشاب، يعني انا ممكن اكون انا نفسي اعمل بس والدي والدتي في البيت رافضين. طبعا. يعني في واحده انا ما انساهاش ابدا، قابلتها في معرض اللي هو معرض ديارنا ده تبع الصندوق الاجتماعي، دي دكتور طبيبه بشريه ودارسه في امريكا مشان بس هي شافت شغل باتش وورك عجبها فتعلمته وبتنزل معانا معرض باستمرار بشغل باتشورك. فهي فكره ان الاهل في البيت ما يبقوش رافضين ده. هو مش مهم انا بعمل ايه، مهم انا هنجح في ايه. ده الاهم بكتير. تمام. طيب تفتكر طبعا اول ما بدات يعني اكيد كان في مقاومه شويه من الاسره مثلا او حاجه؟ مقاومه من الاسره، وانت هتسيب شغلك وليك مرتب ثابت وهتعمل مشروع يا عالم هيجيب ولا مش هيجيب، وانت لسه بتجرب ومحدش علمك وما تعرفش حاجه. فهي دي يمكن الاعتراضات المبدئيه، الاعتراضات في الاول يعني. تمام. طيب البدايه بتبقى ازاي يعني يا استاذ بسام؟ برضو يمكن بعض الشباب هيشوفك، انا مثلا بحب الجلد وشفته على الانترنت زي ما حضرتك عملت كده، اعمل ايه بقى عشان ابتدي مشروع؟ ايه اللي المفروض يكون ميزانيه قد ايه مثلا؟ متوسط كمان؟ بدات غلط فتعلمت اكتر. غلط. انا اتعلمت بطريقه صعبه، ان اجرب واغلط وارجع احسن واسال. ده مش صح. وده مش صح. الصح بقى يا ريت صح اني ادرس، اني اعرف، اني اتعلم. بس المشكله ان ما عندناش قنوات مهندسه في اقامه النقابه. جميل. ما عندناش. انا طبعا عايز اتعلم شغل الجلد، طب هروح فين؟ كليه فنون جميله او تربيه فنيه او هي كليه تربيه فنيه عموما هي اللي بتدي تخصص الجلد على سبيل المثال، يعني ما فيهاش قسم دراسات حر. واروح اقدم فين؟ واكلم مين؟ ما حدش يعرف. طب هروح اجيب فني يعلمني، اجيب الفني منين؟ وهديله كام؟ وهيرضى هو فاضي انه يعلمني ولا مش فاضي؟ هو استحاله يقعد معايا انا كشخص، انما انا كنقابه اقدر اجيب فني واقعده مع 10، هيبقى الموضوع بالنسبه له اسهل انه يقفل ورشته ويجي لي ساعه يعلم ناس، فالموضوع هيبقى اسهل بكتير. فدي كانت المشكله اللي انا كنت بعاني منها في الاول. انا حتى انواع الجلد ما كنتش اعرفها، فكنت بنزل المحلات انا عايز من ده، طب ده اسمه ايه؟ فدي الطريقه الصعبه، وده مش صح. ممكن اجيب نوع جلد ما ينفعش. ده شيء مهم جدا اللي بتقوله يا استاذ بسام. طبعا. ان يعني اي شاب عايز يبتدي مشروع مش حبه بس للموضوع، لكن هو لازم يفكر يتدرب، يعرف الخامات اللي بيحتاجها ايه وانواعها ايه. يعني ممكن زي ما قلت كده في نوع ايوه، واحتياجات السوق بالظبط، عشان بعد كده هنتج منتجات جميله جدا لكن السوق مش عايز. وانا شغلي اتغير، يعني في البدايه انا كنت بشتغل شغل قائم على السياحه، اللي هو الشغل المرسوم عليه رسومات فرعونيه عشان بينزل بازارات. لما جت السياحه فتره من فترات وقعت، اصبح الشغل ده صعب جدا. طبعا مش هيسوق، مش هيتباع خلاص. ما انا كده سوقي قفل، فاضطريت اغير شكل المنتج، انزل منتجات اخرى تنفع بقى في السوق المحلي. تنفع في السوق المحلي. في السوق العادي لما جيت انزل في السوق المحلي، اغلب شغل الشنط مثلا على سبيل المثال، شنط الهاند ميد اغلب شغلها كلاسيك قوي،
او فورمال قوي. فبدات اتطور ده واعمل شغل شبابي. ده جديد. ده يبقى شغل جديد. لازم اتميز عن السوق عشان اقدر ابيع. طبعا طبعا. انما احتياجات المشروع نفعتك هنا دراستك للتجاره يا استاذ بسام؟ هي نفعتني برضو مش دراستي للتجاره، نفعتني دراستي للتسويق من خلال الشركات اللي انا كنت بشتغل فيها قبل ما اشتغل في مصر. برضو الشيء العملي. الشيء العملي. طب ده يخلينا نقول حاجه بقى مهمه، هل في الكليات بقى بشكل عام في التجاره وكليات المناظره ليها اللي المفروض انها بتعلم الناس التسويق برضو ما بتعلمهمش زي ما هينزلوا في ارض الواقع يتعلموا؟ لان هو انا عندي معنى كده احنا محتاجين بقى والله مناهج دراسيه جديده. طبعًا. على فكره يعني انا على مدار 4 سنين خدت التسويق في مره مش عارف. واحد كتاب واحد كتاب تسويق ونظري بس ونظري ما كانش في سكشن عملي ولا تنزلوا ولا تجربوا على مشروع صغير ولا ما فيش طبعا ما فيش وانا تخصصي اداره اعمال خرجت من اداره الاعمال والحقيقه كان صعب انك تدير اعمال من غير ما تحتك بالواقع. من غير ما احتك بالواقع ده مستحيل، مش صعب بس ده هو مستحيل. طيب ده خلينا نقول يا استاذ بسام انه محتاجين في كليات التجاره وكليات اللي بتدرس تسويق للناس انها تنظر شويه لفكره الواقع العملي، لانه طبعا. الطالب كده هيخرج الحقيقه زي ما دخل زي ما خرج. دي الحقيقه صح؟ دي الحقيقة. وبننزل نبدأ بالطريقة الصعبة اللي أنا عملتها، إن أجرب وأغلط. طب إحنا عايزين النهاردة الناس تتحول لموظفين ولا عايزين الناس تعمل مشاريع تشتغل. وتبدأ تنتج وتشتغل؟ وعلى فكرة فكرة المشاريع الصغيرة فكرة ناجحة جدا وأنجح من إقامة مصنع. طب ما تقول لنا كده نستفيد منك يا أستاذ بسام، أنا لو عايز يعني أي إنسان عايز يعمل مشروع صغير عليه إن هو يركز قوي على إيه ويبدأ إزاي؟ يعني أنت قلت فكرة التدريب دي، وإيه كمان؟ يعني في مهارات كده معينة أو معايير معينة عشان باذن الله الواحد ينجح؟ المعيار الاساسي ان هو يكون حابب اللي هو عايز يعمله وعايز ينجح فيه، ان هو يكون مصر انه ينجح، لان هو بيقابله حاجات كتير جدا وبيقع كتير جدا. فمش مع اول صدمه مع اول صدمه يقع. هو ده المطلوب انه يفضل مكمل. تمام. طيب ممكن تكون هي اساس النفس الطويل شويه. النفس الطويل. طيب يعني ممكن واحد يقول لك طب انا عايز امكانيات ماديه كبيره، عايز فلوس كتير، الفكره بقى هنا امتى احدد الماديات وامتى احدد الخامات وامتى احدد الحاجات دي كلها؟ احنا النهارده بنتكلم في مشكله البطاله على سبيل المثال. عشان نحل مشكله البطاله بنتكلم في ان احنا نعمل مصنع هنكلفه كام مليار او كام مليون، وفي الاخر هيشغل كام نفر، هيشغل كام واحد؟ 100 200. هو النهارده التكنولوجيا خلت العماله دورها قليل. طب ما تيجي نرجع بنهتم بالحرف التراثيه بتاعتنا القديمه اللي بدات تنقرض اصلا. بتاخد يمين. كميات عماله رهيبه لان ما عنديش معدات انا عشان كلها يدويه. عشان اعمل فازه فخار مثلا بيقعد حد يعملها فروم اي تو زي على ايدي. عشان اعمل شنطه بقطعها على ايدي وبخيطها على ايدي وبجمعها على ايدي. فالنهارده لو انا مصنع شنط هحتاج 2 3 عمال عشان يوقفوا على المكان. انما لو انا ورشه شنط يدوي هحتاج 100 واحد يشتغل. فعلا النهارده انا شاب لسه متخرج، عشان اعمل مشروع مصنع جلود محتاج ملايين عشان اجيب مكان واجيب خامات. لو هعمل ورشه جلد يدوي مش محتاج اكتر من 2000 جنيه تقريبا. 2000 جنيه. انت كده بتفتح بجد باب امل كبير جدا يا استاذ بسام للشباب. يعني ده في اي مجال، اي حاجه بقى في شغل كل اليدوي. كل ما شاب بيفكر في مشروع صغير اول حاجه هيفكر فيها التكلفه، محتاج فلوس كتيره جدا. لا خالص خالص خالص، هو مش محتاج تكلفه كبيره، بالعكس هو محتاج بس يبص للحرف التراثيه والصناعات القديمه بتاعتنا، لان هي الحاجات القديمه دي فعلا الخامات بتاعتها الفخار ده طين. والمكلف الفرن احرق عند حد تاني، مش لازم تحرق الفرن بتاعك لحد ما يبقى عندك مقدره انك تجيب الفرن بتاعك. الشغل النحاس مش لازم انزل اجيب طن نحاس، انا ممكن انزل اجيب 2 3 نحاس وابدا بيهم شغل، واللي هبيعه ما هو راس المال بيزيد. هرجع اكبر وازود واجيب خامات اكتر، الاقي نفسي بعد كده محتاج عامل كمان معايا، محتاج 2 تاني معايا، وهكذا. فبتدي الدنيا تتطور وتكبر. مش لازم نبص دايما ان انا عشان اعمل مشروع النهارده فانا انا معيش مليون جنيه فمش هقدر اعمل مشروع. لا، نظريه غلط طبعا. تمام. طيب احنا معانا بعض الصور لشغلك يا استاذ بسام عشان نتعرف عليك اكتر، نشوف انت بتشتغل ازاي، نشوف كده معاك الصور ونشوف ممكن تكون بتنتج الشغل ازاي. شيء رائع بجد يا استاذ بسام، يعني ده ممكن تفهمنا كده الدنيا ايه؟ عشان دي مثلا دي شنطه لاب، ده جلد بقري صناعة يدوي طبعا بالكامل. عامل شنطه لاب توب جلد. ودي محفظه. أو ده شيء مثلا مش متعرف عليه، احنا متعرف يعني الشنط اللي هي بتاعه اللاب توبس اللي هي القماش دي اللي احنا بنستخدمها. هتلاقي حتى الشغل يمكن شكله شبابي اكتر، يمكن احنا متعودين على شغل الهاند ميد الجلد دايما اللي هو المرسوم والوان كمان احمر واخضر والوانها مش الاسود والبني المتعارف عليه. برضه بتعملوا محافظ يدوي؟ نعمل كل ما هو جلد، يمكن انا ما قدرتش اجيب لا يدوي كمان، الفكره ان هي يدوي من اوله لاخره. رائع. من تقطيع والرسم البطرون للتفصيل دخل اكتر من لون هنا يا استاذ. كل حاجه يدوي. شنطة لاب. بتلاقي اقبال الحمد لله يا استاذ بسام على الشغل اليدوي؟ والله هو في اقبال بس احنا عندنا برضه في مشاكل تانية هنرجع نتكلم عنها. هنتكلم عن المشاكل برضه. دي لابتوب برضه؟ دي العادية ايباد.
ايباد ودي شنطه كروس عاديه شبابي. تاخد موبايل ومحفظه، الحاجات بسيطه صغيره الشباب بيحتاجوها مثلا في البحر، في الخروج، في الشغل. دي برضو نفس الشنطه بتاعت الايباد. بتحاول بقى ان المنتج يبقى فيه مثلا مكان تحط فيه محفظه، مكان تحط براي محتاجاته من الشنطه. يعني الميزه برضو عندنا في شغل هاند ميد عن شغل المكن، ان اي حد بيحتاج اي تعديل سهل ان انا اعمله، لان انا بجمع قطعه بقطعه على ايدي، فسهل ان اعمل فيها اضافه او اني الغي منها حاجه. تمام. السعر بيتحدد ازاي يا استاذ بسام؟ دي بقى ميزه الشغل الهاند ميد اللي هتخليه مش محتاج راس مال كبير عشان يبدا مشروع، لان هو فعليا تكلفه المنتج مش الخامه، تكلفه المنتج مجهود. المجهود اللي بيتعمل. احنا بنحسب دايما الشغل وقت. انا الساعه عندي تكلفتها قد كده، انا لو جبت عامل، انا بحسب دايما كده، ان انا لو جبت عامل، العامل مثلا بياخد في اليوم 30 جنيه في الثمان ساعات، فالساعه بتاعته سي هتقف ب 5 جنيه، فانا بشوف الشنطه دي خدت مثلا 20 ساعه، يبقى 20 في 5 جنيه. كده تكلفه التايم زائد التكلفه بتاعه الخامات. دي ايه يا استاذ بسام؟ دي شنطه برضو كروس، بس شكلها اسطوانيه، شكلها غريب شويه. شكلها جديد على فكره. ودي على فكره انا ملونها كمان على ايدي، يعني هو لون الجلد بتاعها مش كده. ودي كمان لون الجلد اكتر من لون. ما لون الجلد انا ملونه على ايدي برضو. دي جديده دي يا استاذ بسام، واللون ده جديد بقى. زي بناتي شويه. دي محفظه. شكلها بناتي. البنات ولا الاولاد اللي بيقبلوا على المصنعات الجلديه اكتر؟ البنات اكتر طبعا، يدوي. هو عموما في الشراء دايما في المعارض بنحس ان البنات اكتر اقبال على الشراء. شفت البنات بتشتري على طول. يمكن عشان البنات، ما برضو ضروره يعني، البنت بتهتم بمظهرها اكتر، الراجل يمكن ما بيفرقش معاه قوي. تمام. طيب الحقيقه برضو نرجع لفكره النقابه مره تانية، ويعني تفتكر انه يعني انه انشاء نقابات متخصصه لحاجات مختلفه في المجتمع محتاجها؟ الفكره ده يمكن ظهر بعد الثوره، يعني مثلا ناس كثيره قوي كانوا اصحاب حرف ومهام مع بعض وما كانش عندهم نقابات، بداوا ينشئوا النقابات. طبعا هو يمكن كان الموضوع مقفول شويه عشان ظروف البلد اللي كان فيها مصر قبل الثوره، انما دلوقتي الموضوع بقى متاح اكتر، واحنا محتاجين ده اكتر، لان النهارده كل حاجه بقى فيها تخصص جوه التخصص، تخصص جوه التخصص. فاحنا محتاجين حد يكلم الفئه دي ويخاطب الفئه دي تحديدا، ونعبر عنهم ونشوف مشاكلهم وندافع عنهم لو في مشكله. فهي اكيد الموضوع محتاج نقابات متخصصه اكتر، ويا ريت تزيد اكتر واكتر كمان. تمام. طيب احنا برضو النقابه عندكم اسمها النقابه العامه للتدريب والاعلام، ايه هنا بقى دور الاعلام في النقابه دي؟ هو دور الاعلام ان الاعلام سوق عمل زيه زي سوق العمل، زيه زي اي سوق عمل. طالب كليه اعلام بيتخرج يا اما قسم صحافه، يا اما قسم اذاعه وتلفزيون، يا اما قسم علاقات، يا اما قسم علاقات عامه. اوكي ماشي. وبعدين مبنى اذاعه وتلفزيون هنا في كام تخصص؟ في حد واقف ورا الكاميرا، في حد بتاع مونتاج، في حد مخرج، في حد سيناريست. صحيح، انتوا دخلتوا كده في شغلنا يا استاذ. كتير جدا 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 جدا. هو احنا هي الفكره مش فكره شغلكم وشغلنا، هي الفكره كلها ان سوق العمل محتاج ايه. ده مهم جدا الشغل ده الحقيقه، ما عندناش خلي بالك نقابه اعلام اصلا. ويمكن السبب في ان احنا ضفنا اعلام، انا ليا اصدقاء في كليه اعلام تعليم مفتوح. فاعلام تعليم مفتوح ما عندهمش عمل. فعلاقتهم بالموضوع زي ما ينزل يشتري كتاب من المكتبه. بس هو اتلغى على فكره، بس هو كان اتفتح فتره للثانويه العامه. الاعلام التعليم المفتوح ما كانوش بياخدوا عملي؟ لا ما بياخدوش عملي فعلا ما ياخدوش عمل، ودي كارثه. انا اتخرجت معايا شهاده ان انا اتخرجت من كليه اعلام، طب تعرف ايه؟ ما اشتغلش ولا برنامج ولا اي ولا حاجة. ما عندهمش تدريب عملي خالص خالص، ما يعرفش اي حاجه، ممكن ما يعرفش شكل الكاميرا ايه. فدي كارثه. تمام. طيب ده هي برضه من احتياجات السوق، بداتوا تشوفوا ان الناس دي ما اتدربتش، فحاولتوا انكم تعملوا لهم فكره التدريب. لهم اخصائيين، حد يشتغل. عملتوا ايه بقى او هتعملوا ايه ان شاء الله؟ هي حاليا اللي بنجهز ليها في دوره اعداد تلفزيوني واذاعي ودوره اعداد افلام وثائقيه. هتجيبوا بقى ناس متخصصه؟ ناس متخصصه ومعدين متخصصين، ناس اشتغلت في المجال بايديها فعلا. ده عمل تطوعي ولا ده بيبقى باجر الناس دي؟ الناس دي في ناس بتيجي تطوعي وفي ناس بترفض، فطبعا بنضطر. عشان كده عندنا الدورات بتبقى برسوم بس، رسوم بسيطه على قد يعني الطالب يقدر يدفعها، فتبقى حاجه كويسه في السي في. وبعدين بنحاول بقدر الامكان ان الدورات بتاعت اعلام بالذات، لان هو بيحتاج دايما شهاده خبره، وهيجيب شهاده خبره منين؟ ما هو ما يعرفش حاجه عشان يشتغل في مكان ياخد منه شهاده خبره، هو ما خدش حاجه اصلا. فيبقى في بروجكت خلال الدوره وسيدي هيا الشغل هو عمله بايديه فعلا، برنامج هو عدله. ده انتوا ناويين تعملوا كده باذن الله؟ كل دوراتنا في الاعلام بالذات. لقيتوا اقبال يا استاذ بسام؟ في اقبال كويس جدا منها، يمكن اكتر من اي حاجه ثانيه، يمكن لانها يمكن مش مهنه الناس بتهرب منها زي شغلنا احنا بقى، اللي هو شغل الحرف اليدويه. يعني يمكن الاعلام الناس بتقبل عليه حتى لو هو مش تخصصه. تمام. او مش مجاله. تمام. طيب برضه هنرجع لفكره النجاح الحقيقه، وان الشباب ممكن تنجح لو توفرت لها ظروف يعني الى حد ما جيده. انت شايف ان الشباب في الفتره الحاليه بما انك بتحتك بيهم وممكن تشوفهم في النقابه او بييجوا يترددوا عشان يبداوا مشروعات صغيره،
عنده يمكن المحبطات عنده طموح أكثر. يعني هو المحبطات عنده طموح ونفسه يعمل يعني نفسه يعمل احنا ما بنشوفش الشباب يعني غير قليل مش بنحتك بيهم يعني لما اجي مثلا النهارده انا عايز عملت مشروع زي ده وبتكلم في ان راس المال صغير جدا ممكن ابدا فعلا ممكن ابدا مشروع ب 2000 جنيه هتقابلني مشكله في السوق ان السوق النهارده في مصر بسبب الاضطرابات اللي موجوده من وقت للتاني كل التجار بياخدوا الشغل امانات يعني ايه امانات يعني انزل بضاعتي في محل وتفضل عنده في قلب المحل وعدي عليه كل يومين ثلاثه كل اسبوع زي ما نتفق ياخد حق البضاعه اللي اتباعت طب انا راس مالي 2000 جنيه فهنزل في المحل بضاعه بكام ب 1000 جنيه من 2000 نص راس نصه ماشي وبعدين اعدي عليه فوق ان هو باع حاجه ب 100 جنيه فوانا مروح عديت على السوبر ماركت صرفته فانا راس مالي خلص فدي مشكله كبيره جدا طب يا جماعه عايزين قنوات تسويق تانية طالما التجار كده ما مش هينفع واحد براس ماله 2000 جنيه يشتغل معاه مش هينفع يا اما التجار تتفهم احتياجات الشباب ما هو برضو التاجر هتلاقي عنده احتياجات يا حرام برضو طبعا يعني عنده عمال وعنده كهرباء وعنده اداره ومش ضامن انا مش ضامن اذا كنت هبيع ولا مش هبيع يعني كان في بعض المحلات في وسط البلد كنت بتعامل معاها النهارده ما بتعاملش معاها لان هو كل يومين قافل طبعا بقى المظاهرات ومع المشاكل اللي بتحصل فهيبيع ايه فانا خلاص ما انا مش هقدر اركن البضاعه عندك ولو جه ظهر عندي معرض ما انا مش هلاقي بضاعه انزل بيها هتبقى موجوده مدفونه وانت في نفس الوقت مش عارف تسوق فاضطرينا نروح للاتجاه الاخر تغلبتوا على ده يا استاذ بسام هو احنا الشعب المصري بيتصرف بدا يظهر فكره الاوبن دي الاوبن دي ده معرض مدته يوم واحد الاوبن دي فكره طبعا قويه جدا لان انا مش هستمر في الخساره فتره طويله لو المعرض خسر هو يوم يا كسبت يخسر وخلاص وتبقى خسرته قريبه يعني في معرض اوبن دي بتبتدي من تقريبا حوالي 300 جنيه او 320 جنيه اليوم وبتبقى في اماكن كويسه مش وحشه فاعتقد ان دي قناه تسويق كويسه جدا مش وحشه فكره هي برده شباب بيحبوا ان انا بنقي يعني انا مثلا في مول كبير سين من المولات انا مش هقدر انزل فيه لوحدي اخد فيه محل يعني محلات بالدولار وارقام فلكيه بس بيتعمل فيه اوبن داي فانا اقدر انزل فيه جوه المول ده فيه جوه المول نفسه طب ما دي فكره كويسه فكره كويسه جدا مين اصحاب الفكره دي شباب يعني ولا ايه شباب يعني انا في شباب بتعامل معاهم من الجامعه الالمانيه بسم الله ما شاء الله بيعملوا شويه معارض هايله وهم اولاد بسم الله ما شاء الله هايلين يعني وافكارهم كويسه وبيسوقوا كويس فكره جميله اللي بتتكلم عليها يا استاذ بسام شباب بالجامعه يعني الحقيقه في فكر في الشباب اهو في شباب الجامعه كويس وبيساعد حضرتك يعني هو شاب لسه في الجامعه وانت شاب بدات حياتك العمليه وبيساعدك دي حقيقه بتكملوا بعض ما احنا لازم نكمل بعض ما هو ملهاش حل تاني هي دايره مقفوله لو حلقه منها وقعت خلاص كلنا وقعنا طبعا ما ساعدناش بعض مين هيساعدنا ما هو التاجر الكبير مش هيساعدني لا خالص همه تجارته وفلوسه طبعا فاحنا نساعد بعض من غير ما نضر بعض يعني انت تقدر تعمل ايه انا اقدر اعمل معرض انفذ لك معرض وهيبقى بايجار بسيط لان المعرض يوم واحد ايا كان مكانه هيبقى طب هو شباب مستفيد ايه منك يا استاذ وسام هم برده بيكسبوا لان هو بيأجر المعرض بياخد الاريا اللي هيعملها يقسمها بارتيشن زي بياخدها بسعر وبعدين بيبيع لنا بسعر تاني فهو كسبان بيكسب شوف الشباب برضه وانا كسبت ايوه وده جميل ده ممتاز يا ريت ينتشر يا ريت الفكره ده ينتشر تمام بيساعد الشباب يعني ان هم برضه يسوقوا ويعملوا حاجه طبعا تمام طيب هل واضعين في خططكم كده طموح معين نفسكم تحققوه من خلال النقابه العامه للتدريب والاعلام احنا نفسنا كل بيت في مصر يبقى فيه حد بيشتغل شغل هاند ميد والله يا ريت هي الصناعات الصغيره دي قوامت دول زي الصين مثلا طبعا وهتقوم دول تاني وهتكبر دول تاني احنا فعليا مش محتاجين مصانع يعني المصانع مش هتحل مشكله البطاله المصانع ميكنه مش 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 افراد مش اشخاص مش مش عماله يدويه المصانع النهارده كلها ميكنه وصاحب المصنع عشان يكسب همه يجيب احدث مكنه بتاخد اقل عدد من العمال الحرفه التراثيه بتاعتنا اللي هتندثر دي هي دي اللي بتاخد كميه عماله كبيره جدا هي اللي محتاجه عماله وفي نفس الوقت مش محتاجه راس مال احنا عندنا في المنوفيه في قريه اسمها ساقيه ابو شعره دي فيها 2000 واحد شغالين في السجاد كل بيت في القريه فيه نول كل بيت في القريه فيه نول كل بيت في القريه فيه نول والاسره بالكامل بتشتغل على النول ما هي دي اللي موجوده في الصين اهو هي نفس من الحاجات الجميله جدا ان في اسر بتحدد ميعاد جواز بنتها على انتهاء السجاد على انتهاء السجاده يعني انا هجوز بنتي لما السجاده تخلص لان بفلوسها انا هجهز شوارها وهجوزها السجاده اليدويه طبعا تمنها طبعا مختلف لان ممكن السجاده تاخد سنه اسره كامله اسمها ايه ساقيه ابو شعره ساقيه ابو شعره انت عارف انه في محافظات في مصر كتيره جدا فيها الفكره دي يعني القرى جواه وقرى يعني بتلاقي قريه جوه محافظه متخصصه مثلا في صناعه الاقفاص الناس تتخيل انه يعني ده شيء عادي على فكره ومش شيء عادي ابدا مش عادي من غير الوجود دي مش هتنقل الفاكهه والخضار والحاجات دي كلها ما كلها مكمله بعضها وغيريت الفكره انتش عندنا في قريه ثانيه في المنوفيه بس عفوا يمكن اسمها مش في دماغي دلوقتي احنا بناخد منك والله افكار على فكره يا ريت النهارده مثلا المؤسسات الخيريه اللي في مصر هم بيعملوا مثلا اعلانات في التلفزيون مؤسسه فلانيه بتعمل اعلان في التلفزيون تقول احنا ادعم اسره فقيره وهنشتري بقره اكفر اسره فقيره وهنشتري بقره سوري البقره ثمنها كام؟ ثمنها 25000 جنيه 20000 دلوقتي دلوقتي بتجيب قد ايه لبن؟ 20 كيلو لبن في اليوم؟ ولا حاجه طب ما نعلمهم حرفه
بدل ما هو ايه تاني افكار يا استاذ بسام؟ ايه بتقول قريه تانية عندكم بتعملوا ايه؟ بتعمل فخار. الفخار قريه باكملها شغاله في الفخار. قريه كامله. قريه كامله. الوادي الجديد مثلا احنا رحنا قبل كده برضه هتلاقي قريه كامله بتشتغل على البلح وصناعات البلح. وصناعات البلح مجفف. يمكن انا قابلت ناس منهم كان برضو؟ حد في معرض ما احنا كلنا في المعارض حد منهم كان فكر فكره جديده خرج بره بره الصندوق. لا بلح برضه. بلح. بس هو حشى البلح مكسرات وغطاه شوكولاته وعباه في كيس زي كيس الشيبسي. مجموعه بلح بالشوكولاته جوه. هي برضو موضوع ان الواحد يفكر ويطلع بفكره جديده يعني. هي الفكره في كده انك مش لازم تمشي على القضيب زي ما القطر ماشي وكل الناس بتعمل. اعمل انت النهارده تعالى اشتغل صدف. الصدف عندنا كله داير ما بين الاشكال الهندسيه. ده الشغل التراثي المصري الاسلامي بتاعنا العادي. اخرج بره ده ارسم ورد وعصافير برضو بالصدف. صحيح. انت تميزك هو ده اللي هيطلع حاجه جديده. طبيعه بتاع حد بتاع سجاد كنت قابلته. السجاد عندنا في مصر ليه ستاندر كده اشكال ثابته. في حد كنت قابلته بدا يجيب طبلوهات فرنساوي لوح فرنسيه اصليه ويقلدها سجاد. ده فكر خرج بره الصندوق وبدا يفكر طبعا. بشكل اخر. ده اكيد بيتميز. ده بيبقى احسن بيبقى اقوى. انا لما جيت اشتغل جلد دورت الناس كلها في السوق المصري بتعمل ايه؟ بتعمل 1 2 3 طب الجلد. انا هشتغل 4 5 6 حاجه ثانيه. حاجه ثانيه خالص اسمها جلد. اصعب في التسويق. ما هو جلد بس حاجه ثانيه. صناعه تراثيه وقديمه جدا في مصر يمكن من الدوله الفاطميه تقريبا يمكن قبل كده. هو جلد بس الانسان البدايه جميل بس لابس من الجلد. مش لازم مش لازم اشتغل هو هو. ما تغير. اعمل فكرك انت فين. ما تخافش انك تجرب. ما تجرب هيجري الى ما اعمل قطعه. اسمع هو برضه ما هي دي فكره انه مش مصنع. انا هعمل خط انتاج وبعدين في الاخر هينجح هيفشل. هينجح هيفشل. ده هي قطعه واحده جربها. لو ما نفعتش فكها واعملها ميداليات. ما بتسكتش انت يا استاذ بسام. هفكها واعملها ميداليات. صح فكها واعملها ميداليات. ما هو كده كده ما هي خام خامه بالظبط. والخامه معاك. فك الخيط واعملها ميداليات. هيجري ايه ده لو فشل معاك الموديل. في تاني حاجه بعد الميداليات ممكن تعملها؟ حاجه تانية ممكن تعمل حاجه كتير جدا يمكن بس صورتها مش معايا دلوقتي. في انا بعمل طبلوهات زي الصدف بقطع جلد يمكن القطعه توصل 3 مللي و4 مللي. مللي ده شيء رائع. هو الشغل فيها متعب جدا وزبونه قليل قوي بس يستاهل. طبعا. طيب الشباب اللي معاك يا استاذ بسام متحمسين؟ هو انا فعليا اللي معايا ثابت اختي. ده شيء جميل. استنى بقى المراه هنا كمان ما بتسكتش يعني ما شاء الله. طبعا. اختك بقى بتعمل ايه؟ اختي اولا هي ادب عبري. حاجه تانية خالص. حاجه تانية خالص. هي ادب عبري وهي اللي بتساعدني في الشغل. ربنا يكرمك. انت فاكر اختك وانها ما شاء الله يعني هي بتشغل كرشيه كويس قوي. فاحيانا بنقفل شغل الجلد بكرشيه وخصوصا الكرشيه اللي منه طالع موضه. تدخل كرشيه في الجلد دي جديده برده طبعا. ففكره حلوه ومطلعه شكل شغل مخليها شكل شغل حلو قوي. تمام. اتحدت انت واختك ازاي يا استاذ بسام انكم هي شافتني هي بتحب شغل الايد برضه. بتحب الكروشيه والكمبيوتر. انت عارفه فنيه بقى ابدا والله. هو ما كل بيت في مصر وفي بيت في مصر ما يعرفش على الاقل تريكو كروشيه كنفاه. انت نموذج بجد ما شاء الله يعني حاجه كويسه فعلا. هي دي والله بندور عليها انه بجد الاسره المنتجه. طب ايه اللي يمنع اسره يعني حد بيفكر في حاجه ثانيه في حاجه ثالث في حاجه يكونوا مع بعض حاجه ونكمل مع ونكمل وندخل دخل ونبقى اعلم اختي. عارف يمكن الناس بتعمل خلافات احيانا الغريبه عن بعضها لكن الاسر لو اتحدت عمرهم ما هيختلف. عمرهم ما شاء الله مش هيختلفوا يعني. بالظبط. بقول لحضرتك واللي علم اختي ازاي تعمل لي الشغل بالكروشيه والدتي. العيله انا اقول لك العيله ما شاء الله فنيه. وجميل مش حاجه تكسب. في ناس بتكسب من ده. ابدا. ما هو هو هي الفكره في كده. استنى بقى عشان دي نقطه مهمه جدا بنتكلم برضو عليها وهي فكره النظره للعمل اليدوي والحرفي في مصر. بالظبط. يعني الحقيقه انت بيجي لك الاجنبي مقدر جدا فكره العمل اليدوي ومقدر ثمنه جدا يعني بيبقى عارف انه ده شيء غير لانه بذل فيه مجهود ووقت وكده. دي حقيقه. عندنا في مصر بقى الموضوع العكس. انت بتشتغل في حرفه او في مهنه او في ورشه كلمه دي ورشه دي ممكن تضايق كارثة. الناس كارثه. ازاي هتبقى يعني بدل ما تبقى استاذ فلان تبقى الاسطى فلان. هي مالها. هي مش شتيمه. هي مش سبه. على فخاء هي الشاب السبه ان يبعد على القهوه. صحيح. ان ابقى شغلتي عطر. ان انا الاستاذ اللي قاعد على القهوه. ان ابقى شغلتي حلو قوي ان انا ابقى استاذ بس قاعد على القهوه. حلو قوي استاذ قاعد على القهوه. ده شغلته ايه؟ بيشتغل ايه؟ ايام ما كنت شغال في التسويق كنا نعمل اعلانات مثلا نطلب مناديب تسويق فيجي لي الولد يقول لي انا هشتغل اندور او دور. لا عشان مش هخرج الف اسوق. يا ابني طب انت شغال ايه دلوقتي؟ يقول لي لا انا حاليا مش شغال. انا قاعد على القهوه. طب هو اني افضل؟ ايا كان نوع الشغل اني افضل. هي دي يا استاذ بسام يعني يمكن وقتنا حتى قرب ينتهي معاك. انت شايف انك انت بتوجه الشباب ما شاء الله ليك نموذج ناجح ووالدتك معاك واختك معاك. مفيش كسوف ابدا من المراه معاك والدتك واختك بننتج بنشتغل. وزوجتي بس هي حاليا عشان انا معايا اطفال صغيرين فهي زوجتي كانت بتساعدني من ايام كنا مخطوبين. وزوجتك معاك. بتشتغلوا كلكم وبتنتجوا والمراه بتخرج وكويس جدا وتسوق وتعمل كل حاجه مفيش اي مشكله. والحمد لله في نجاح. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. رسالتك بقى للناس اللي بتتخوف من فكره ان انا حرفيه وورشه والكلام ده. خلينا نتكلم كل صراحه. في بعض الاسر ممكن ترفض مثلا زوج لاولادها تقول لك لا انا ما يشتغلش في ورشه. طب هو استاذ وقاعد على القهوه. طب تمام. انا لحد دلوقتي حمايه ما بين او لا.
يعني برضو أنا بعد ما تزوجت لما جيت اتقدمت لزوجتي وخطبتها كنت مدير تسويق في شركه فالنهارده انا صاحب ورشه فالنقله من دي لدي بالنسبه له كانت صعبه جدا. هو ما حسش النقله دي انها بجد صاحب عمل وانك هو بدا دلوقتي حاليا بدا يتفاهم لما بدا يعجبه الشغل. تمام. طيب احنا يمكن بنوجه رساله استاذ وسام هنختم بيها معاك للشباب اللي حابب ان هو اولا طبعا يبقى معاكم في نقابه العمل التدريب والاعلام وفكره العمل اليدوي في مصر واهميه ان احنا نحاول نفكر بجد زي ما حضرتك قلت اوت اوف ذا بوكس. يا جماعه جميل جدا انك تدرس بس الاجمل انك تتعلم، وفرق كبير قوي انك تدرس وما انك تتعلم. صحيح. تتعلم حاجات تشتغل بيها فعليا، ويا ريت نفكر بره الصندوق شويه. مش لازم نخليها قوالب، انا مهندس فانا مهندس في تخصصي، انا محاسب فانا هشتغل محاسب ما ينفعش اشتغل حاجه تانية. لا، احنا ممكن نشتغل اي حاجه لو احنا عايزين البلد دي فعلا تبقى احسن، ولو عايزين نقضي على حاجه اسمها بطاله. بجد نتمنى ان فكر الشباب كله يبقى يعني بالشكل اللي عندك ده يا استاذ بسام. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ بسام امين وكيل النقابه العامه للتدريب والاعلام، وكل التوفيق ان شاء الله لجهودكم الفتره الجايه باذن الله. نشكركم مشاهدينا الكرام على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده وشباب وعرب.